طيب، يعطيكم ألف عافية كمان مرة. زي ما أخذنا بالتسجيل السابق، أخذنا موضوع الـ simplification باستخدام البوليان لوز، وخلينا نأخذ مثال إضافي أخير على موضوع الـ simplification. طبعاً في شغلة مهمة بدي أحكي لك إياها، ممكن أنت تشوف الأسئلة، طبيعة الأسئلة بالسلايدات. إحنا دائماً بالامتحانات بنحاول نتجنب الأسئلة التي تعتمد على بعضها، واضح؟ يعني مثلاً بنحاول نتجنب، والله أجيب لك سؤال، مثلاً أكون معطيك سيركت أنا وأحكي لك أعطيني الفانكشن وبعدين طلع لي الموست سيمبليفايد فيرجن أوف ذيس فانكشن. لاحظوا إذا أنت تمثيلك للسيركت هاي كان غلط بداية، راح يكون أكيد السيمبليفيكيشن تبعك غلط. فمشان هيك إحنا بنتجا وبنحاول نتجنب الأسئلة اللي بتعتمد على بعض، ولكن ممكن نعطيك سؤال يكون بفروع مختلفة، وكل سؤال هو independent of the other questions، يعني مستقل عن الأسئلة الأخرى اللي موجودة عندك بنفس السؤال، فروع يعني عن الفروع الأخرى. واضح يا جماعة؟ فلا تهكلوا هم من هاي الناحية. طيب هلا بنرجع لمثالنا هون. عندي هذا function ال z، سمينه إحنا function z، بيساوي هاي الصيغة. مين بيساعدني وبيعمل لي simplification لهذا الفانكشن؟ أنا دكتور. تفضلي يا أسيل. أول إشي بدخل السي على القوس، بعدين بعمل له compliment. بدخل السي على القوس هون يعني؟ لا لا، الأول القوس الأول. هذا. هون هذا. يعني بصير عندي AC زائد AB لكل compliment. بصير AC or BC صح؟ آه. طيب غير بعدين. بعدين طب قبل ما تكملي أسيل، لا قبل ما تكملي أعطيها second shot، تطلع على كل الفانكشن مع بعضه كوحدة واحدة، تقدر تلاقي أخذ الـ AB عن المشترك. طيب خلينا نشوف خضر. تمام تفضل خضر. كنت أحكي زيها، AB بنأخذها عن المشترك بعدين. ما بقدر أخذ الـ AB عن المشترك الـ A or B، هاي الـ A or B لوحدها معها complement، وهاي A or B لوحدها برضو. كمان مرة بحكي لك تطلع على كل الفانكشن كوحدة واحدة، شو بتقدر تشوف؟ تفضل فائر. ناخد أول إشي النت، ندخلها على القوس الأول الكومبليمنت. ليش بدي أدخلها يا جماعة؟ طب اطلعوا اطلعوا أعطيكم. طبعا التوضيح هذا مش موجود بالسلايد، ماشي؟ فبامكانك تكتبه عندك او بترجع للفيديو. دكتور انا احكي؟ تفضلي يا رانيا. دكتور خليني انا احكي. تفضلي يا رانيا. هلا في عندي بالاول شيء A زائد B الكل بسي، ونفس الشيء الثاني A زائد B الكل سي. ممتاز، باخذها هاي كامل. ممتاز، لانه التنتين بصير نتو، وبعدين باخذ بلس اوريدي. ممتازه ممتازه يا رانيا. لاحظوا يا جماعه، إذا هذا كله التيرم أنا اعتبرته X الداخلي، إذا هذا كله شو بده يكون؟ X complement صح؟ أور إيش؟ أور C أور لا الـ X X بلس D XD XD XD. إذا ممتاز يا رانيا. بعدين باخذ الـ X عامل مشترك، مش الـ X عامل مشترك، بوزع الـ X complement. خربتيها يا رانيا. ال x complement بوزعها، شو بصير عندي؟ x complement or x، x complement بزيرو، في x complement or d or d sorry d. لا ممتازة، انت بجوز ما انتبهتي ان هاي x complement وهاي x. لو هاي x يا رانيا، لو بدون complement خلاص الجواب بطلع x، بس هون x complement، فطلعت x complement or d. تمام؟ هاي شو جوابها؟ واحد. واحد، إذا شو بصفي عندي؟ X complement X complement or D اللي هي، طب ال X complement شو بتساوي؟ اللي هي من رجع على صيغتها الأصلية اللي هي A or B or B الكل في C، الكل في C والكل complement or D. هلا هون ضل في عندي اختصار
ما ضل في عندي اختصار داخل الأقواس. هلا بدخل الكومبليمنت، بدخل الكومبليمنت، شو بصير عندي؟ A complement B complement or C complement or D. وهذا بيكون هو أكثر شيء في اختصار لهذا الفانكشن. ممكن الA complement B complement أقول إنها ما في داعي يعني، بس هنا بيكون يعني إنه هذا الـ simplified version ل هذا الفانكشن. واضح يا جماعة؟ واضح اللي عملناه؟ دائما برجع بأكد عليك انك تطلع على الفانكشن كله كوحدة واحدة قبل ما تبدأ حلك، وبعدين ابدأ الحل، بعدين ابدأ الحل. طيب هاي نكون اخذنا امثلة ان شاء الله تكون كافية. هذا يعني السؤال ممكن اعتبره انه السؤال شوي complicated، ممكن احنا نركز على أسئلة أبسط من هيك، زي ما برضو من الأمثلة اللي أعطيتك إياها إن شاء الله. طيب هنا بنكون انتهينا من موضوع simplification باستخدام البوليان لوز. هلأ بننتقل لموضوع جديد. إحنا زي ما عرفنا أخذنا وفهمنا شو يعني SOP format لفانكشن وشو يعني POS format لفانكشن. في شغلة مهمة بدي أعرفها أو ممكن يعني لأنك لازم يكون في عندك باك جراوند عنها، موضوع التحويل بين الـ SOP لصيغة POS أو العكس. أعطيتك صيغة POS أحكي لك أعطيني صيغة الفانكشن بـ بالـ SOP. طيب نأخذ مثال بداية، مثلا أنا أعطيتك الـ F، نأخذ الإشي الأسهل بداية. وقبل ما نأخذ هذا الإشي ننتقل لموضوع اسمه الديواليتي. هلا احنا عرفنا نوجد كومبلمنت لفانكشن معين، صح؟ بندخل الكومبلمنت اللي كل فاريبل بصير الكومبلمنت تو اتسيلف، والان بتصير اور والاور بتصير اند. الديواليتي في تشابه نوعا ما بينه وبين ايش؟ بينه وبين الكومبلمنت، بينه وبين الدي مورغان لو. ولكن الفرق الاساسي انه انا ما باخذ الكومبلمنت للفاريبل، بالديواليتي فقط بغير الاند بتصير اور والاور بتصير اند. واضح؟ ناخذ مثال على هذا الحكي. اذا اعطيتك اف بتساوي اي اور بي كومبلمنت في سي اور دي كومبلمنت، وطلبت منك توجد لي الديوال او اف، يلا مين بجاوبني؟ اي ان بي كومبلمنت اي يا ثائر اند بي كومبلمنت كومبلمنت اور الكل اور اور. خلص ما هم هنا خلص البريوريتي اصلا لهم، فما في داعي احطهم بين اقواس. C and B and D complement. C D complement. واضح؟ لاحظوا إذا الديواليتي ليس لها علاقة بالكومبلمنت، ليس لها علاقة بالكومبلمنت. هذا function صار function جديد وإله قيم مختلفة. يعني ممكن يكون ال F zero والديواليتي إله تكون zero، وممكن يكون ال function zero والديوال إله يكون one. واضح؟ بعكس الكومبلمنت، كومبلمنت فانكشن 0 الاف كومبلمنت 1، فانكشن 1 الاف كومبلمنت راح تكون 0. هذا عكس ذلك. شو بدي استفيد منه؟ اول شيء انا زي ما انتم شايفين اسهل نوعا ما من الكومبلمنت، عشان ما في داعي ان ارجع اخذ الكومبلمنت لكل فاريبل. والشغل الثاني انه انا بعرف انه الديوال للديوال ايش بعطيني، يعني اذا بقول كمان مره الديوال الفانكشن الاصلي ايش يا برجع لي اياها، برجع لي الفانكشن. ممتاز، برجع لي الفانكشن اورانيوم، برجع لي الفانكشن كما هو. اذا للديوال للديوال لا اف لاحظوا راح يرجع لي ايش؟ راح يرجع لي هاي الصيغه. تمام،
هاي النقطة بدي أستفيد منها بعملية التحويل بين الـ SOP والـ POS. خلينا نشوف. خلينا نشوف. أول إشي نأخذ الإشي السهل. إذا أنا بعطيك صيغة بالـ POS الـ Product of Sum Terms، أعطيتك A or B complement في C or D. هاي صيغة ايش؟ SOP ولا POS؟ POS. 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 طيب طلبت منك انك تحولها ل SOP، شو اول شيء بخطر على بالك؟ شو اعمل؟ بحكي A and B complement or C and D complement. مين عنده جواب ثاني غير رانيا؟ بس نفس الشيء بس اخر شيء مش D complement. برضو مين عنده جواب غير ثائر؟ انا هذا بدي احوله ل SOP. ديواليتي؟ ما في داعي للديواليتي ولا في داعي لكومبلمنت ولا في داعي لاي شيء. بوزع كل يا عيني عليك يا عبد الرحمن. بوزع بس بوزع الاقواس. اذا انا شو راح يصير يساوي؟ اي سي او اي دي اور او اي دي اور بي كومبلمنت سي اور بي كومبلمنت دي. اذا هيك حولته لايش؟ ل اس او بي. طبعا هذا الفانكشن وهذا الفانكشن هم ذا سيم، ولا في اي فرق نهائيا. بدي ارسم تروث تيبل راح يكونوا ذا سيم، ما في اي فرق. واضح؟ اذا دائما خذها قاعده للتحويل من بي او اس ل اس او بي بس بفك الاقواس. حلو، في اسهل من هيك؟ طيب وين بيجي عنا الموضوع شوي بصير؟ وين بدي استخدم الديواليتي؟ لما العكس، لما بدي احول من اس او بي لايش؟ لبي او اس. لبي او اس. انا هون كاتب مثال اوريدي موجود. هيني معطيك هذا الفانكشن، ماشي؟ الفانكشن هيو، هيو الفانكشن. f بتساوي x complement yz or xyz complement. هلا طبعا احيانا انا بيكون عندي الاشي سهل، ما في داعي، لا برضو ما في داعي للديواليتي. هلا الديواليتي هو general solution، بقدر استخدمه دائما للتحويل من SOP ل POS. ولكن احيانا مشان اسهل على حالي ممكن اجي مثلا اذا انا معطيك function بين هيك مثلا x or yz، مين مباشرة بيقدر يحول لي اياه لبي او اس؟ توزيع دكتور، اكس واي ضرب اكس. ايش يا عبد علي صوتك؟ بقول توزيع بوزع اكس ضرب يا عيني واي. عليك يا عبد، هون ممكن استخدم قانون التوزيع، فهذا بصير اكس اور واي. في اكس اور زد. تمام؟ هيو كان اس او بي، شو خليته بي او اس. طيب اذا اعطيتك هاي الصيغه، لاحظ هاي الصيغه صعب جدا اني استخدم قانون التوزيع عليها، صح؟ لما يكون صعب اني استخدم قانون التوزيع شو بروح؟ بستخدم موضوع للديواليتي. طيب كيف بستخدم موضوع للديواليتي؟ زي ما احنا شايفين هون، اول شيء اول خطوه الفانكشن هذا خذ الديوال له. لما ناخذ الديوال له شو بصير؟ بعكس مكان الضرب جمع بس مكان الاند، بخليها اور
وطبعا كل تيرم يبقى مع بعضه. فهي بتصير اكس كومبلمنت اور واي اور زي، وهاي طبعا الاور بتصير اند، وهذولا بصيروا اكس اور واي اور زي كومبلمنت. واضح لحد هون؟ هلا الخطوة الثانية نيجي بنوزع الاقواس. لاحظ احنا هنا هاي صيغة بي او اس بس هاي للديوال مش للاف. انا بدي للاف صيغة البي او اس. طيب لما اوصل لهاي المرحلة بفك الاقواس، بفك الاقواس، يعني بس اكس كومبلمنت بضربها بهذول كلهم، وواي بضربها بهذول كلهم، وزي بضربها بهذول كلهم. شو بطلع عندي؟ بطلع عندي هذا التيرم. هلا انا هون شو عملت؟ اختصرت مشان اريح حالي. شو عملت؟ اخذت الواي عن المشترك، هون عندي واي لحالها. فكل شيء في واي راح يصير ايش؟ راح يصير شو اسمه، يعني اخذ واي عن المشترك راح يصير 1 اور زي كومبلمنت اور زي اور واي اور اكس كومبلمنت، صح؟ كلياتهم هذول اللي تحتيهم 1 شو راح يصير قيمتهم؟ بختصرهم لواي فقط. صح؟ صح. والبقية هاي حطيت الواي هون وضل عندي الاكس كومبلمنت زي كومبلمنت والاكس زي، هذول هذا التيرم وهذا التيرم، والبقية كلياتهم اختصرتهم لواي عشان اخذت بيناتهم واي عامل مشترك. ضل عندي 1 اور ديفرنت تيرمز، 1 اور ديفرنت تيرمز راح يعطيني 1، فواي اندد وذ 1 راح تعطيني واي. واضح يا جماعه؟ بصفى عندي. طبعا هذا الاختصار انا من عندي، يعني هاي خطوه اضافيه، مش انت مش بالضروره انك تعملها، مش مطلوبه منك بالسؤال. انت هون صح وصلت لهذا الحل. انت من هنا بدون ما توصل لهاي الستيب، بدون ما تعمل هاي الستيب، بترد تاخذ ايش؟ للديوال للديوال. لما ناخذ للديوال لهذا كله شو بيطلع عندي؟ فانكشن الاصلي برجع عند جواب بي او اس، صح؟ بس انا اختصرت بهاي الستيب، بعدين رجعت اخذت للديوال للديوال، يعني اخذت بدي ارجع اخذ للديوال لهذا، شو طلع عندي؟ هيو واي في اكس كومبلمنت اور زي كومبلمنت في اكس اور زي، وهيك شو بكون رجعت؟ رجعت الاف بصيغه ايش؟ بصيغه البي او اس. لاحظوا من وين بدانا؟ بدانا من صيغه من هاي الصيغه اللي هي الاس او بي، وين انتهينا؟ بالاف هون اللي هي صيغه بي او اس. اذا باختصار مشان احول من SOP ل POS الوضع بيكون كالاتي: في عندي 3 ستيبس رئيسيه. اول ستيب باخذ الديوال لهذا الفانكشن، بعد ما اخذ الديوال لهذا الفانكشن بفك الاقواس، بوزع الاقواس، بعدين باخذ الديوال للديوال مشان اوصل لصيغه POS. باختصار هذول هم ال 3 ستيبس الاساسيه للتحويل من SOP ل POS. العكس اذا بكون معطيك بي او اس وبقول لك اعطيني اس او بي، بس بتفك الاقواس وبتتوصل للجواب. في اي سؤال يا جماعه على هذا الموضوع؟ الاقواس ايش نعمل؟ ايش الخطوه الثالثه الاخيره؟ عبد الرحمن علي صوتك مش سامع. بقول دكتور بعد فك الاقواس ايش اعمل؟ بعد الخطوه الثالثه الاخيره شو هي؟ شو كانت؟ كمان صوتك مش واضح والله يا عبد، علي صوتك وارجع اسال السؤال. احكي لك بعد فك الاقواس ايش الخطوه الاخيره؟ بعد ما فك الاقواس هون بعد ما فكينا الاقواس هون. دكتور عندك الخطوه الاخيره بعد ما فكينا الاقواس يا عبد، نتج عندي هذا، هاي الصيغه. هلا هون انا بامكاني اخذ الديوال لهي الصيغه. هلا انا عندي هون هاي صيغه الديوال وبف. هلا لما ارد اخذ الديوال لها شو بعطيني؟ الاف نفسه، الفانكشن نفسه، ولكن بصيغه ايش؟ بصيغه البي او اس. فهون شو بصير؟ يعني بصير اكس كومبلمنت اور واي في اكس كومبلمنت اور زي كومبلمنت في اكس اور واي في واي في واي اور زي كومبلمنت في ended with يعني x or z في y او ended with اخر شيء y or z.
هذا الجواب بيكون صح وهذا الجواب بيكون صح، ولكن هذا ماله، هذا simplified. انا هون عملت simplification يعني، بس انت بحكي لك مش مطلوب منك هذا الاشي. يعني انت باختصار عشان افهمك ايش اللي بقصده انا، هذا هون من هون ممكن هذا ما يكون موجود، انت تجي تكمل هون تقول هلا هذا هو الديول والاف. هلا انت بدك ترجع الاف، بدك تاخذ ترد الديول لهذا اللي هو الديول والاف. للديول للديول اوف اف ماشي. شو بده يكون بيساوي؟ راح يساوي لك اكس كومبلمنت افتح قوس اكس كومبلمنت اور واي في اكس كومبلمنت اور زي كومبلمنت. في اكس اور واي في واي في y or z complement في x or z واخر اشي y or z. تمام. هذا الجواب هو الاف. ما هو الديول اوف الديول اوف اف بيعطيني الاف، فهذا الجواب صحيح والجواب اللي كنت حاط لك اياه. طيب دكتور برضه صحيح. انا الجواب اللي كنت حاط لك اياه اختصرت انا عملت سمبليفيكيشن يعني، هذا صح. هذا هيني انت اعطيتني هيك الفانكشن بصيغه ايش؟ بصيغه البي او اس، وهذا اللي بدي اياه انا من سؤالي. هيك انت اعطيتني هذا، هاي الصيغه هي صيغه بي او اس. تمام؟ واضح يا جماعة؟ في عنا أي سؤال؟ طب دكتور مش إحنا كنا إذا بنحول من POS ل SOP نوزع؟ لما نحول من POS ل SOP بنوزع. طب هلأ هون لما صارت عندي إنه دول أف أول وحدة هاي هون؟ رجعنا وزعنا يعني هيك؟ ايراني رجعنا وزعنا عشان انه هاي الصيغه هي صيغه بي او اس، ولكن هاي الصيغه للديول اوف اف وليس للاف. طب هلا يعني انا هون للديول. يعني انا هون هاي عندي صيغه بي او اس ولكن مش للفانكشن، هي للديواليتي اوف ذا فانكشن. فانا مشان رديت وزعت ماشي مشان ارجع الصيغه ل اس او بي، ارد اخذ ايش؟ الديواليتي لها مشان ايش؟ مشان احصل البي او اس فورمات. اها سهل الموضوع رانيا يعني والجميع، خطوات واضحه. عندي انا صيغه اس او بي، باخذ الديواليتي، بفك الاقواس، برد اخذ الديواليتي مره جديده بعد فك الاقواس، بس باختصار يعني. تمام واضح؟ ثلاث خطوات بغض النظر يعني. هاي ناخذ نرد ناخذ مثال ثاني عشان شكل الموضوع يعني هيك في كونفيوجن عند الطلاب. هاي عندي اف مثلا بتساوي اكس واي اور زد اكس زد او مش اكس خلص اي اكس زد. انا مباشره خذ الديوال للاف، هاي الخطوة الأولى. شو بدها تساوي؟ اكس اور واي في ايش؟ في اكس اور زد. إذا هاي انتهينا من الخطوة الأولى، شو الخطوة الثانية قلنا؟ فك الأقواس. بوزع. راح تكون اكس في اكس اكس اور اكس زد اور واي اور اكس واي or yz. واخر خطوه خذ الديوال لهذا، شو حيطلع عندي؟ x and x or z and x or y
and y or z. بس ممكن هاي هيك انا POS وهاي كانت ايش؟ كانت SOP. خطوات واضحة وبدي امشي عليها وبس. تمام؟ تمام. بيضل عندي اي سؤال يا جماعة؟ اذا هيك نكون انهينا محاضرتنا لليوم. اخذنا بالشق الثاني هذا، اخذنا التحويل من SOP ل POS والعكس من POS ل SOP، اخذنا مفهوم الديواليتي ووضحنا شو المقصود فيه. وبالشق الاول من المحاضره اخذنا وغطينا موضوع البوليان لوز واستخدامها ب او القوانين البوليه واستخدامها بموضوع التبسيط او بموضوع السمبليفيكيشن. هيك بنكون انتهينا يا جماعه. يعطيكم الف عافيه. محاضره بكره ان شاء الله راح نغطي فيها موضوع المين تيرمز والماكس تيرمز، وهو موضوع مهم جدا جدا جدا. ان شاء الله بشوفكم بكره بنفس الوقت، ويعطيكم ألف ألف عافية.